الاتحاد المصري لكرة اليد اللي كثير وكثير من البطولات لأحب اللعبات وأحب رياضات هي كرة اليد. كرة اليد اللي بدأ التاريخ فيها من عام 1957 لمصر، ثم بدأ بعديه دخول أول منتخب في أفريقيا، ثم اشترك أول منتخب لمصر عام 1964 ليلعب لأول بطولة عالم لكرة اليد. وفي الوقت ده كتبت عنه كل الصحف في العالم: مصر تلد منتخب جديد قوي بشكل حديث. كرة اليد مصدر السعادة، كرة اليد اللي بنتمنى إن شاء الله بإذن الله دائماً وأبداً لها كل الازدهار. الرموز كثيرين والألعاب كثيرين، ولكن متى يتميز اللاعب؟ وهنا جاءت قوة كرة اليد. في آخر الفترات كرة اليد على مستوى العالم للرجال هي سابع العالم مرتين متتاليتين، آخر مرة في آخر بطولة عالم في السويد، رابع الأولمبياد للرجال في آخر أولمبياد، وإن شاء الله نتمنى التوفيق بإذن الله في البطولة القادمة بإذن الله في أفريقيا وتأهل منتخب مصر إلى الأولمبياد. في البداية بنرحب بفريق المجر في المباراة النهائية، فليتفضل لاعبي المجر تيم أنغريان أوكان. وبالطبع رابع العالم للشباب، وبالطبع كان أحد الأسباب للسعادة الحقيقية منتخب الشباب الحاصل على رابع العالم في آخر بطولة عالم للشباب، البطولة اللي قدر منتخب مصر يصل للمربع الذهبي في آخر دقيقتين ونص من اللقاء وعمل قمة الأداء شباب مصر. فيتفضل منتخب مصر للشباب، نحيي معنا شباب منتخب مصر. دايما لكل موقف حدث ولكل حدث حدث. منتخب مصر للشباب التاريخ ما بدأش في رابع العالم، التاريخ قبل رابع العالم بكتير. حصلنا على بطولة العالم للناشئين بناشئين المحروسة في آخر بطولة عالم، اختير من مصر ثلاث لاعبين في الستار تيم في أميز لاعبين في العالم، هم عبد الرحمن حميد حارس المرمى، حسن وليد الباك الشمال، ودودو اللي وفى بوعوده وقدر انه يفضل وياخد MVP اهم لاعب في بطولة العالم للناشئين الاخيرة. اما على مستوى الشباب ففي اخر بطولة عالم كان احد الاسباب للحصول على الميدالية البرونزية بصبره واجتهاده هو وجهازه المحترم، واللي النهاردة ماسك ويدير فنيا منتخب الشباب الكابتن طارق محروس. هو ثالث العالم للشباب في آخر بطولة عالم للشباب، واللي حصل مصر فيها على ثالث العالم. يمكن الكلام كتير عن كرة اليد، يمكن لما بنذكر كرة اليد دايما بنقول هنا عندنا في مصرنا حصلنا على بطولة العالم للشباب أول مرة عام 93، ودي كانت أول مرة نحصل فيها على بطولة العالم للشباب. هنبدأ بفريق المجر اللي النهاردة طبعا موجود معانا مع فريق مصر، واللي هيكون
آخر مباراة هو المباراة اللي فاتت كانت مع رومانيا، كانت لصالح رومانيا، وبالتالي مباراة اليوم هي المباراة الختامية مع منتخب مصر. السلام الوطني لجمهورية رومانيا، لجمهورية المجر. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بالتوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. بيحكم اللقاء اليوم محمد انور وعمر عبد الجواد وهايدي الشيمي وميرنا هشام. تم التوفيق لمنتخب مصر في اخر لقاءات منتخب مصر في البطوله الدوليه. سيداتي أنسات ساداتي، أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم عبر قناتكم قناة النادي الأهلي، حيث يسعدني أن أكون معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل ختام بطولة استادات الدولية الودية لكرة اليد للشباب، ولقاء اليوم اللي يجمع بين شباب الفراعنة في مواجهة المنتخب المجري العنيد الذي قدام حضراتكم اهو بزيه الاخضر بالكامل، ومنتخبنا الوطني بالزي الابيض بالكامل. منتخب المجر لعب بالامس مباراه امام المنتخب الروماني
الذي استطاع من خلالها منتخب رومانيا وعلى مدار الستين دقيقة أنه يحسم اللقاء لصالحه. الكابتن طارق محروس المدير الفني قدام حضراتكم هو لمنتخبنا الوطني وصاحب برونزية العالم للشباب، آخر برونزية عالم لمنتخب مصر للشباب. حكام اللقاء أمام حضراتكم زي ما استمعنا محمد أنور وعمر عبد الجواد، ميقاتي ميرنا هشام، مسجل هايدي الشيمي. سريعا كده هنقول لحضراتكم على تشكيل منتخب مصر اللي النهارده بيحضر اللقاء الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأحد الصور المشرفة والبارزة على المحفل وفي المحفل الدولي والعالمي وفي كرة اليد. اهو قدام حضراتكم الدكتور حسن مصطفى، فخر الرياضة المصرية على مستوى العالم. وعلى شماله الكابتن محمد الألفي المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب، وايضا على يمينه الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعلى يمين الدكتور محمد الأمين كابتن ياسر الرملي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. رمية الإرسال هتبقى مع منتخب مصر اللي هنقول لحضراتكم سريعا كده تشكيله. بيلعب في الجناح الشمال محمد مؤمن صفا، في الباك الشمال أو الباك ليفت الظهير الأيسر عمر عدلان، صانع ألعاب رقم 8 زياد حشاد، الظهير الأيمن الباك رايت بيلعب هنشوف اوكا محمد شعبان ولا محمد عدلان، الاخوين عدلان في الملعب وفي هذا التشكيل. وايضا في الجناح اليمين ياسين عبد المنعم او رهوان زي ما بيحب يطلقوا عليه الاسم بتاعه. ابتدى اللقاء على طول ومنتخبنا الوطني بقى يعني على طول في إصرار وتأكيد وتركيز كده في إنهاء الهجمة، وحاول على طول عن طريق مين؟ عن طريق عدلان، لكن بره الثلاث خشبات وبيرد المجر بهجمة سريعة وتصويبة قوية وتعانق الشباك المصرية شباك ويلو يوسف وليد حارس مرمى منتخبنا الوطني. قلنا لحضراتكم تشكيل منتخب مصر والجهاز الفني طبعا، كابتن طارق محروس المدير الفني والكابتن مهند السحيلي مدرب عام، وايضا كابتن محمد عبد المنعم او منعم مدرب حراس المرمى، ومحمد سليمان محلل اداء، وروماني نبيل طبيب الفريق ومنسق البطوله والمدير الاداري للفريق، وال يعني الدينامو زي ما بنقول الكابتن محمد عبد المنعم مدير الفريق ومنسق هذه البطوله. تاني منتخب المجر بعد ما احرز المنتخب المصري هدفه الاول، لكن لسه ما تعدلتش النتيجه قدام حضراتكم على الشاشه، هنشوف هل يا ترى لم يحتسب الهدف. منتخب مصر اهو بيلعب 3 2 1 مفتوحه شويه لحد بره 9 متر على 10 متر، وفعلا الكره تطلع بره رميه جانب التمريره القطريه العرضيه. محمد شعبان اوكا لعدلان على الدايره لمعاذ، لكن تصويبه ودفاع وكارت اصفر وصفاره وفاول ورميه حره لصالح ادي عدلان محمد لاعب صغير السن مشاهدينا الاعزاء مواليد 2006. محمد عدلان اللي قدام حضراتكم هو رقم 74 64 اللي معاه الكوره لزياد حشاد في نص الملعب، على يمينه اوكا، زياد لعدلان، يستلم عدلان وارتقاء لاوكا، حاول اوكا انه يعدي لكن دفاع قوي وبيطالب اوكا بالفاول، لكن كابتن انور والكابتن عمر عبد الجواد مشوا اللعب. ما زال التقدم لصالح منتخب المجر اللي دخل عن طريق الجناح اليمين رقم
7 رونالد تريك، وتوصل الكرة على مين؟ لتسعة بقى محمد مؤمن صفا. الجناح الشمال ويحرز أول أهداف منتخبنا الوطني، وإحنا بنلعب في الدقيقة الرابعة من زمن وأحداث الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، من اللقاء الختامي واليوم الختامي، وادي اهي كرة على الدايرة لكن كان معاذ جوه 6 متر، وادي إشارة أنور حكم اللقاء لمعاذ بيقول له أنت بتدافع من جوه 6 متر، وعلى طول رمية جزائية لصالح منتخب المجر. مين اللي هيصوب؟ هيصوب رونالد تيريك رقم 7 هو اللي قدام حضراتكم في مواجهة ويلو يوسف وليد، وعلى يمينه أرضية الهدف الثاني. وبرضه زي ما قلنا وسمعنا من زملائنا، من الزميلة مريم ومن الكابتن وضيوفها الكرام في الاستوديو التحليلي كابتن فوزي فضالي والكابتن محمد عبد الله، إن المنتخب المصري واجه منتخب المجر برضه لقاء ودي كده قبل انطلاق هذه البطولة الودية الدولية، وكرة تانية من حشاد على الدايرة لمعاذ لكن كان فيها صفارة وفاول عكسي وترن أوفر للهجمة على المنتخب المصري ولم يحتسب برضو هذا الهدف. 46 دانيال باما حاول يعمل تقاطع ويمرر الكرة لكن تطلع رمية جانب وياخدها المنتخب المصري على طول، وعلى مهله عدلان محمد عمر عفوا زياد حشاد، وتغيير في المراكز كده وتقاطعات للخط الخلفي لمنتخبنا الوطني. زياد راح في الباك ليفت ورجع تاني في نص الملعب اهو، وقعت الكرة من ايد زياد ويقطعها على طول المنتخب المجري، ورايح فاست بريك لوحده يوسف وليد ويلو يتألق ويتصدى ويمنع الهدف من الانفراد الأكيد من الوصول للشباك. تمريرة من حشاد إلى محمد مؤمن صفا يخش من الجناح ويصوب وترتد تاني ويلمها الدفاع المجري وتقع من ايده، ياخدها منتخب مصر الهجوم ويتابع كورته تاني. عمر عدلان اللي جه في نص الملعب في مركز صانع الالعاب، وزياد على شماله ووكا على يمينه، معاذ طالع من بره الستة متر يستلم وينزل تاني، محاوله عمل خلخله كده في الدفاعات المجريه لكن حشاد بكل اجتهاد بيعمل اختراق وتوغل في عمق الدفاعات المجرية ويحرز تاني الأهداف المصرية في الشباك المجرية. وآدي إيقاف دقيقتين على مين بقى؟ إيقاف دقيقتين على أوكا رقم 5 محمد شعبان الرايت باك أو الظهير الأيمن لمنتخبنا الوطني. نتيجة الدفاع على الهجمة المرتدة السريعة لمنتخب المجر. جيارد فاكت لاعب الدايرة هو اللي قدام حضراتكم رقم 24، وآدي مدرب حراس المرمى يانوس زاسماري للمنتخب المجري بيدي تعليماته لي لازلو لوفستايك وأتيلا رادفانيسكي حراس مرمى منتخب المجر. ما زال اللعب متوقف وهنستأنف اللقاء اهي بإشارة الكابتن محمد أنور، واستأنفنا اللقاء حضرات المشاهدين. 2 مصر 2 المجر. ناجي آدم إلى مين؟ إلى 46 بقى. شايفين الأطوال أعزائي مشاهدينا الكرام، قلبها إلى 4-2 ونزل على الدايرة ودخل الجناح بنجاح يحرز الهدف الثالث للمنتخب المجري. عن طريق مين؟ عن طريق 88 روبن مولنر، لاعب طويل ايضا برضو القامه يمكن اطوال واجسام المنتخب الوطني المجري للشباب اللي كان بيتكلم عليها الكابتن فوزي في الاستوديو التحليلي، ان من الدول الاوروبيه اللي بتمتاز بالقوه البدنيه. زياد حشاد على الدايرة لمعاذ وتقع الكرة من ايده لكن كان فيها دفعة قوية وصفارة وفاول ورمية حرة لمنتخبنا المصري. زياد
ويخترق زياد ويصوب زياد، لكن صفارة وادي يعني بالرغم ان الكرة وصلت للشباك المجرية وهدف، لكن كانت الصفارة سبقت التصويبة، وده اللي باين على الكابتن طارق اهي زياد بالرغم ان كان في دفاع عليه والكرة في الشباك، لكن إشارة اللعب السلبي اهي اتلعبت الرمية الحرة. عدلان عمر الى 99 محمد عدلان الشقيق اللي قلت لحضراتكم مواليد 2006، وتصويبه وحائط صد بلوك من عمر عدلان، وتبقى رميه جانب لصالح المنتخب المصري. زياد هيحاول يخترق ويخش ويتوغل، واشاره اللعب السلبي ما زالت مرفوعه، خلاص لازم يبقى فيها تصويبه كده وتصويبه تاني في حائط الصد برضو، تبقى رميه جانب للمنتخب المصري، وتقع الكوره ويلمها على طول الدفاع المجري ورايح رقم 88 روبن مولنر، وارتداد دفاعي سريع للمنتخب المصري وعطل الهجمه ورجع تاني على طول منتخبنا الوطني بيغطي طالع الاخوين عدلان بيلعبوا في الباكين اهو 99 و64، وكوره تاني تنزل على الدايره باختراق على جيارد فاكت سنتر فيرويد، يستلم ويلف ويصوب اهو، وارتقى وبص للمرمى وحطها ارضيه في شباك ويلو الهدف الرابع. 3 مصر 4 المجر. أعزائي المشاهدين، حشاد حاول يلعب الكورة لمحمد مؤمن في الجناح الشمال، ونظرات تركيز من الكابتن والدكتور حسن مصطفى، وآدي عدلان إلى عدلان الأصغر، وينزل تاني بدريبلاية بعد ما عمل الارتقاء حشاد، وفي إيقاف للعب وإيقاف لمدة دقيقتين على اللاعب رقم 46 دانيال باما الرايت باك أو الظهير الأيمن أهو اللي خارج قدام حضراتكم من المنتخب المجري. حشاد أهو وشايفين الإعاقة والشد من التيشيرت والماسك، وعلى طول الكابتن أنور إداله الإيقاف لمدة دقيقتين. عمر عدلان لزياد حشاد، هل هيستغل منتخبنا النقص العددي؟ وفعلا زياد منه لمعاذ عزب على الدايره رقم 44، واحدى بقى اللمحات الجماليه والمهارات في كره اليد اهي سبين ذا ريست، لف ريست ايده بالكوره بعيد عن حارس المرمى عشان تعمل البند في الارض وتعمل سكرو وتلف تدخل وتتهادى في الشباك بذكاء، هدف التعديل والتعادل 4-4 مشاهدينا الاعزاء. طالع دلوقتي رقم 60 امير حسين بيلعب الواحد اللي قدام، وتوصل الكوره على الجناح اللي دخل وبنجاح ايضا 88 اهو قلت لحضراتكم روبن مولنر لاعب طويل وارتقائه وجنبه قوي، وادي التناغم والتفاعل ويعني التعاون ما بين الخط الخلفي وما بين محرك منتخبنا الوطني حشاد اللي اجاد في كورتين متتاليتين منه لمعاذ عزب، ويحرز معاذ تاني اهدافه على التوالي وتاني اهداف التعادل للمنتخب الوطني المصري للشباب، عشان تبقى النتيجه 5 مصر 5 المجر. وادي يقطع بقى احمد مؤمن محمد مؤمن صفا عفوا رقم 9 اهو راجع، يمكن انا قلت احمد مشاهدينا الاعزاء لان هو الشقيق الاصغر لاحمد مؤمن صفا دودو لاعب نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني الاول، وايضا محمد هو الابن الاصغر للكابتن مؤمن صفا احد نجوم كره اليد المصريه، وبيسجل محمد مؤمن اول تقدم لمنتخب مصر عشان تبقى النتيجه 6 مصر 5 المجر، وبنلعب في الدقيقه 11 من زمن واحداث الشوط الاول. وادي الكابتن طارق وتعليماته اهي،
لفرقته في الحاله الدفاعيه، ويلو بقى ويلو صحيله وجاب له الحل ولم كورته على مرتين بعد ما تصدى، وكوره متسرعه كده من مين؟ تقريبا كانت من امير حسين، حاول يعمل كره عرضيه تمريره عرضيه لكن قطعها دفاع المجري. نزل دلوقتي بارنا رقم 98 اهو الظهير الايمن الباك رايت او الرايت باك، وبيقطع الجناح رقم 88 مولنر على الدايره عشان يفتح الخطوط الدفاعيه المصريه اللي لسه محافظه على تقدمها 6-5 المجر. ادي توجيه وتحذير كده من الكابتن عبد الجواد عمر عبد الجواد ليه امير حسين. تصويبه بتعانق الشباك المصريه، تصويبه من الثبات ومعاها هدف التعديل والتعادل 6-6 المجر. بيحضر اللقاء جانب من الجمهور المصري و أهالي وأولياء أمور لاعبي منتخبنا الوطني للشباب، يعني العدد زايد. ويمكن في الصورة برضو أمام حضراتكم يعني ممكن يكون ده المنتخب الروماني بيشاهد اللقاء اللي قاعد بالزي الأزرق في المدرجات. على الدايرة تاني لمعاذ عزب، والتعاون اللي قلت لحضراتكم عليه ما بين هادي أهي الجمهور على طول، مخرجنا أحمد مجدي يعني بينقل لكم كل كبيره وصغيره مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من اللقاء الختامي وصاله 2 بمجمع صالات استاد القاهره الدولي. تاني محاوله الاختراق عن طريق بارنا لكن عزب معاذ قافل على طول في مركز 3 الدفاعي لمنتخبنا الوطني. عزب وكمل معاه كمان 77 علي ماجد او فولي وصفاره وفاول ورميه حر اهو عدى من عزب راح له الفولي بكل ذكاء قفل، وادي اشاره اللعب السلبي وصفاره كمان ورميه حره للمنتخب المجري. هنشوف ويلو اللي عنده حله وفعلا قفل تماما مرماه والكوره بره الثلاث خشبات، ياخدها على طول فولي الى اوكا ومنه الى رهوان لاوكا لفولي 77 اهو اللي معاه الكوره. طلع له معاذ عزب سنتر فيرويد استلم ورجع تاني ونزل حشاد. فولي دلوقتي بيلعب فيه الظهير الايسر الليفت باك. حشاد لأوكا، تقاطعات ما بين الخط الخلفي ما بين أوكا وفولي، وجي أوكا على نص الملعب واستلم كورته من حشاد وصوب وتصويبة لكن تطلع رمية جانب. حشاد راح استلم الكرة من محمد مؤمن، فولي لأوكا تاني محمد شعبان وتصويبة من حشاد من الثبات لكن يتصدى لها حارس المرمى أتيلا رادفانيسكي، وتبقى هجمة سريعة للمنتخب المجري لكن ارتداد دفاعي سريع لمنتخب مصر. 72 فيسكي اهو لاعب الدايرة اللي نزل دلوقتي. بارنا وادي الأربعة 2-2 مدافعين زياد حشاد وفولي بره التسعة متر الخط المنقط كده المتقطع الابيض ده اللي شايفينه حضراتكم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي. بيدافعوا ورجعوا تاني قفلوا منطقه مرماهم تماما بكل قوه وبكل دفاع قوي من زياد حشاد ومعاونه من معاذ قافلين تماما ما ادلوش فرصه انه يلف، لكن بارنا بيعمل ارتقاء عالي ما قدرش البلوك حائط الصد. وادي ويلو يوسف ناجي بيقول انا مش شايف الكوره نتيجه البلوك، وكوره من فولي لمعاذ عزب بيسجل رابع اهدافه في هذا اللقاء
والهدف الثامن لصالح منتخب مصر عشان تبقى النتيجة ما زال التقدم لمصر 8-7 المجر، وإحنا بنلعب في الدقيقة 16 من زمن وأحداث الشوط الأول. أعزائي المشاهدين، من اللقاء الختامي واليوم الختامي بين بطولة استادات الدولية الودية لكرة اليد لمنتخبات الشباب، دفاع واستبسال من فولي على الكرة، لكن كان في صفارة وفاول ورمية حرة لمنتخب المجر. نزل دلوقتي توث، يعني لاعب الحقيقة شفناه بالأمس سنتر هاف، صانع ألعاب المنتخب المجري، لاعب بيمتاز بالرشاقة والمهارة والفنيات العالية في كرة اليد، وكان ليه يعني كرة هيك تاني حاول منتخب المجر لكن يلمها أوكا، حاول يعملها عرضية الفولي لكن تقع ويقطعها تاني منتخب المجر، ويروح وينظم صفوفه ويرجع منتخبنا المصري. وادي الكابتن طارق اهو وبيكلم أوكا، محمد شعبان الظهير الايمن الرايت باك لمنتخبنا الوطني، بيقول له انت طلعت الكره عرضيه ليه؟ ما تكمل بالدريبل وتمشي، ولما يقرب عليك المدافع ابقى طلع التمريره. وهي فولي بكل ذكاء بيقطع الكره وبيعملها مرتده سريعه وتوصل من فولي وهو على الارض الى امير حسين، ومنه لمحمد مؤمن صفا اللي بيستلم كورته ويلعب مع حارس المرمى وهو في الهواء ويرتقي ارتقاء عالي ويحط الكوره، الهدف التاسع لمنتخبنا الوطني. وادي فولي اهو بيستحق تشجيع وتحيه زملائه، والنتيجه قدام حضراتكم. بنلعب في الدقيقه 19، 9 مصر 7 المجر. تايم اوت على طول طلبه كابتن لازيو ستوينا المدير الفني للمنتخب المجري بعد ما لقى فارق السكور هيفتح. وادي الكابتن طارق محروس وتعليماته وتوجيهاته ايه لفرقته، كابتن مهند وكل لاعبتنا في حاله تركيز في هذا اللقاء اللي يهم منتخبنا الوطني، بالرغم زي ما قلت لحضراتكم ان هو لعب لقاء مع منتخب المجر قبل انطلاق احداث وفعاليات بطوله استادات الوديه الدوليه اللي بتقام لقاءها ويومها الاخير امام حضراتكم اهو. ونجح منتخب مصر ان هو يحسم اللقاء لصالحه 29-27 بالرغم من تقدمه طيله احداث اللقاء، ولدرجه ان الفارق وصل للست وسبع اهداف. لكن لقاء اليوم طبعا هو لقاء ودي بصبغه رسميه لانها في بطوله وديه دوليه، وعلى كاس البطوله اللي قدام حضراتكم في منتصف الشاشه اهو اللي شفناه قبل انطلاق اللقاء. وادي جانب من الحضور اللي بيشجعوا وبيؤازروا منتخبنا الوطني. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. قلنا لحضراتكم النتيجة وقلنا لحضراتكم على اللقاء اللي قبل انطلاق هذه البطولة اللي جمع بين المنتخبين اللي قدام حضراتكم فيه على الشاشة، منتخب مصر ومنتخب المجر. أطلق الكابتن أنور وعبد الجواد صافرة استئناف اللقاء بعد نهاية الوقت الإضافي المستقطع. فيسكي طلع بره 6 متر واستلم ورجع، بارنا الى 10 هوبا زابولا، طلع توث تاني، وادي بارنا يخترق بارنا ويتوغل ويتعمق ويصوب ويحرز الهدف الثامن. فولي على يمينه على طول لأوكا اللي صوب أوكا واحرز بايده المبروكه الهدف العاشر في الشباك المجريه، 10 مصر 8 المجر. مشاهدينا الكرام، رجع منتخب مصر يلعب 6-0. وادي اهو واضح قدام حضراتكم تحيه وتحميس وتشجيع بنك الاحتياط ودكة البدلاء لمنتخبنا الوطني للاعبتهم اللي موجودين على أرض الملعب.
ويمكن النهارده كان في استثناء في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، ان الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه للبطوله سمحت بان يقيد كل منتخب حتى 18 لاعب مش 16 بس زي ما شفنا وتابعنا في اللقاءات الماضيه. فمنتخب مصر سجل كل اللاعبين تقريبا اللي موجودين معاه في القايمه، ودخل كمان حتى يمكن كنا قبل اللقاء كنا عرفنا ان يوسف ناجي بره التشكيل، لكن يوسف ناجي تم تسجيله، وايضا احمد طغيان تم تسجيله بعد عودته من الاصابه وشفائه، لكن الكابتن طارق لسه ما دفعش بيه في احداث هذا اللقاء، وده اللي هنشوفه مع حضراتكم. ودخل ايضا محمد وائل وامير حسين دخلوا في التشكيل. تاني محاولة عن طريق مين؟ عن طريق اللاعب رقم 11 بيتر جازو الظهير الأيسر الليفت باك، أهو اللي معاه الكورة، ورجع تاني هوبا سابولا في نص الملعب صانع الألعاب والعقل المفكر، والكورة على الدايرة توصل إلى سابوليك فيسكي يحرز منها الهدف التاسع. فولي يعمل فينت مروحة جميل، فولي وتصويبة باك هاند تعانق الشباك، لكن كان معاه دفاع قوي وصفاره وايقاف لمده دقيقتين على مين؟ على فيسكي رقم 72 اللي خارج اهو، استلم كورته واحرز الهدف ورجع في الحاله الدفاعيه، حصل على الايقاف لمده دقيقتين. فولي تاني بيحاول يصوب كده، مش عايزين استعجال يا شباب، عايزين نستفيد من النقص العددي في صفوف منتخب المجر والزيادة العددية في صفوف منتخب مصر. فولي على الدايرة حاول يمررها إلى عزب معاذ، لكن تقع الكرة ويقطعها الدفاع المجري ويحاول يروح على طول، لكن دفاعه وارتداد دفاعي على مولنر وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لمنتخب المجر. كده منتخب المجر اهو قدام حضراتكم بيلعب كامل، يعني معنى كده ان المرمى خالي، وما دام المرمى خالي زي ما اتعودتوا بقى وعرفتوا وشفتوا المرمى خالي فالخطا بيكون غالي. ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. توصل الكوره ليه الجناح اليمين الرايت وينج سونجر بالي رقم 7 يصوب ويحرز هدف العاشر. فولي صفارة تاني على طول على مين؟ كان في فاول عكسي على المنتخب والهجوم المصري، مش عارفين هو الهدف ده لم يحتسب ولا ايه اللي احرزه سونجور بالي الجناح تيريك ولا رونالد تيريك، عفوا رونالد تيريك رقم 7 اللي احرزه الهدف الماضي. لو شفنا الشاشه والساعه في ارض الملعب هتبين وتوضح لنا النتيجة بالظبط. تمام فعلا على طول. يمكن أسرة قناة النادي الأهلي على طول ومخرجنا أحمد مجدي بيوضح لنا النتيجة 10-10 على طول. وآدي كورة ودفاع قوي من مين؟ من 22 بقى محمد صلاح اللي قلت لسه بقول لحضراتكم إنه دخل في التشكيل وحصل على الإيقاف الدقيقتين نتيجة الإعاقة والدفاع القوي على الهجوم المجري. بارنا في ظهير أيمن لزابولا لبارنا تاني، ويخش بارنا ويخترق ويصوب على يمين ويلو يوسف وليد اللي بيعتذر وبيروح لبارنا. هو قدام حضراتكم الاختراق، إن يوسف كان طالع بيحاول يتصدى ويهاجم المهاجم اثناء تصديه للكوره، لكن قدمه ارتضمت بوجه كده بارنا وقع على الارض، لكن بكل روح رياضيه راح له يوسف وليد ولو وقومه ونزل له الجهاز الطبي ايبيجيل فاف طبيب الفريق وقام سليم الحمد لله. وادي في
يعني استفسار كده او حديث من سابا تومبور المدرب المساعد للمنتخب المجري مع طاقم التحكيم، كان رايح لهم نص الملعب اثناء التايم اوت الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن طارق محروس، بعد ما استطاع منتخب المجر ان هو يرجع تاني ويتقدم على منتخب مصر. وقلنا لحضراتكم برضو قبل كده، وقلنا النهارده والاستوديو التحليلي، الزملاء في الاستوديو التحليلي قالوا لحضراتكم ان منتخبنا بيعاني ايضا من الارهاق، لانه لعب كم من المباريات في ايام متتاليه ورا بعض قبل انطلاق البطوله ومع المنتخبات الاولى، لان هو بيعد نفسه والكابتن طارق بيعده للاشتراك في دوره الالعاب الافريقيه 24 اكرا غانا 24 اللي بتشارك فيها المنتخبات الدول بالفريق الاول، لكن منتخب مصر هيشارك بمنتخب الشباب مطعم ببعض اللاعبين من المنتخب الاول. وايضا بمناسبه الامتحانات الدراسيه اللي بيأديها لاعبين منتخبنا الوطني للشباب، فده كل ده بيؤثر عليهم وبيخلي فيه يعني التحمل والارهاق شديد سواء كان ذهني او بدني. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا تاني مع حضراتكم. زياد حشاد رجع في نص الملعب، وعلى شماله عدلان عمر اللي جه في نص الملعب وهيعمل تقاطع وتغيير مراكز ما بينه وبين زياد، اهو زياد ويخترق زياد ويتوغل وصفاره، والرميه الجزائيه على مين؟ على فيسكي رقم 72، رميه 7 امتار بيحصل عليها زياد حشاد. ومين اللي هيصوب؟ محمد شعبان اوكا رقم 5 اهو قدام حضراتكم في مواجهه اتيلا، وبيصدها اتيلا بقى بيفشل. شعبان في احراز الهدف واحراز هدف التعديل والتعادل، واحنا خلاص داخلين على المنحنى والمنعطف الاخير من زمن واحداث الشوط الاول. كوره توصل في الجناح لرونالد تيريك رقم 7 اللي دخل اهو، خرج على طول دخل من الجناح ووسع لنفسه وصوب على يمين ويلو، اهي كوره من رقم 20 ساندرو كيسي استلمها وفتح لنفسه ووسع وحط الكوره على يمين ويلو، الهدف ل 12 عشان يزيد من فارق الاهداف الى هدفين، 10 مصر 12 المجر. نزل تاني الاخوين عدلان في الظهيرين محمد وعمر عدلان، وايضا حاول زياد يوصل الكره للرهوان في الجناح اليمين الوينج رايت او الرايت وينج، لكن قطعها الدفاع المجري وعلى مهله خالص. واحنا بنلعب في الدقيقه نهايه الدقيقه 26 مشاهدينا الكرام. تاني منتخب المجر كيسي بيلعب كوره لمين؟ ل 11 لجازو بيتر اللي بيصوب، لكن ويلو يقفل المرمى وكوره بره الملعب تبقى رميه مرمى، وعلى طول من عدلان الى رقم 18 بذرة عمر هيمن، لكن يتصدى لها تاني رادفانيسكي ويمنع الكرة من الوصول للشباك المجرية. وادي كاثي رقم 20 اللي جه في الرايت باك واختراق وفنت كده شمال يمين شمال عن طريق مين؟ عن طريق هوبا زابولا اللي راجع رقم 10 يزود بيها الفارق الى 3 اهداف. وكره تاني حاول منتخبنا الوطني عن طريق عدلان محمد ان هو يوصلها لمعاذ، لا ده طغيان دلوقتي اللي نزل على الدايره، لكن قطعها الدفاع وكان فيها دفعه واعاقه وصفاره وفاول ورميه حره لمنتخبنا الوطني. ونزل ايضا 22 محمد صلاح رقم 22 نزل في الظهير الايسر، زياد ويخش يخترق برضه
ويصوب تصويبه قويه، لكن واقع بيتالم زياد وماسك ركبته، ان شاء الله يكون سليم وما يبقاش فيه اي اصابه لا قدر الله. اهو عمل الخداع والشمال يمين شمال، لكن كان فيها دفعه وهو بيصوب وقع زياد ومسك ركبته بيتالم، ونزل له على طول الدكتور كابتن روماني نبيل طبيب الفريق، وان شاء الله يقوم زياد حشاد سليم ويستأنف اللقاء مع زمايله. بس طبعا بكده وادي اهو زياد بيشرح ليه لروماني نبيل طبيب الفريق اللي حصل، وادي النتيجة والساعة قدام حضراتكم، 13 المجر 10 مصر، بنلعب في اخر الدقيقة 28 من زمن واحداث الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، وادي الجالية الجمهور، عفوا الجمهور المصري واولياء امور اللاعبين لاعبي منتخبنا الوطني للشباب بيأزروا ابنائهم ومنتخبنا الوطني. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، وكنا بنتكلم كمان على ختام الدورة الودية الدولية، دورة استادات، بطولة استادات. قلنا ان في الترتيب حتى الآن منتخب مصر في المركز الأول، منتخب رومانيا في المركز الثاني بعد ما فاز بالأمس على المجر ولعب لقاءين، فاز في لقاء وهزم في لقاء. وآدي تاني تصويبة عن طريق 98 دانيال بارنا، برضو لاعب عنده مهارات عالية الحقيقة. وآدي عدلان يصوب محمد رقم 99 اللي قدام حضراتكم، لكن رادفانيسكي يتصدى. محمد صلاح جه في الليفت باك، ونزل محمد وائل صانع العاب والعقل المفكر بقى، محمد صلاح وعلى الدايره الى طغيان، ولكن رادفانيسكي قافل تماما ويتصدى للكوره. وادي طغيان بقى المره دي يستلم ويخترق ويتوغل ويصوب ويحرز الهدف لصالح منتخب مصر. 11 مصر 14 المجر مشاهدينا الاعزاء. خلاص متبقي حوالي اقل من 50 ثانيه على نهايه الشوط الاول، وطبعا منتخب المجر يهمه ان هو يحرز هذه الهجمه، لكن ويلو في محله بيصد، ومحمد صلاح رايح وحاول يدي كوره لطغيان، ويحصل طغيان على الكوره يلمها ويصوب ودفاع قوي، ويحصل على الرمية الجزائية وإيقاف دقيقتين على اللاعب رقم 11 من المنتخب المجري. الرمية الجزائية مين اللي هيشوط؟ ياسين محمد عبد المنعم رهوان، البيست بلاير في لقاء مصر ورومانيا الماضي، أفضل لاعب في اللقاء رهوان الرايت وينج، ويحرز رهوان الهدف ال 12 عشان يقلل الفارق الى هدفين، 12 مصر 14 المجر مشاهدينا الكرام. ومع الهجمه المجريه في اخر ثواني اللقاء وفي ايقاف للعب، مش عارفين كان في صفاره كده، واضح ان خلاص انتهى الشوط الاول مشاهدينا الكرام، ولكن في يوجد رميه حره للمنتخب المجري، واقف اهو قدام حضراتكم الست لاعبين في الدفاعات المصريه حيطه، ويصوب وبره الثلاث خشبات، وتبقى معاها صافره نهايه احداث الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، بتقدم منتخب المجر 14 مقابل 12 لمنتخب مصر. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الاعزاء على متابعتكم معنا، وفاصل قصير ونطير بعدها الى الاستوديو التحليلي، ونلقاكم على خير.
سيداتي أنسات ساداتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى مع حضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، حيث ننقل لحضراتكم الشوط الثاني وعودة مرة أخرى بعد ما استمعنا إلى الزملاء في الاستوديو التحليلي الزميلة مريم سميح ومحللين الضيوف كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبد الله إلى شرح مفصل ووافي إلى أحداث الشوط الأول اللي جمع ما بين منتخبنا الوطني للشباب وأيضا منتخب المجر للشباب اللي انتهى نتيجته بتقدم منتخب المجر 14 مقابل 12 لمنتخب مصر. برضو قلنا لحضراتكم أثناء التعليق على الشوط الأول، ويمكن سمعنا في الاستوديو التحليلي إن عندنا أخطاء، عندنا أخطاء، عندنا ميست باس، عندنا تمريرات ضائعة، عندنا تمريرات ضائعة، عندنا تسرع مما أدى إلى فقد الكرة وإضاعة الهجمات وليس سرعة، عندنا، ولكن كل ده ليه عذره وكل ده ليه أسبابه. يمكن زي ما كان حديث الكابتن طارق محروس المدير الفني وهو بيوضح وبيقول ان هو عامل تجميع لحوالي 55 لاعب تم الانتقاء منهم والاختيار على ال 21 او ال 22 لاعب، وايضا المباريات المتتاليه اللي لعبها منتخبنا الوطني قبل انطلاق البطوله، وايضا الامتحانات الدراسيه اللي بيأديها لعبتنا. أول هجمة لمنتخب المجر ويقطعها الدفاع المصري، يحاول يحطها في المرمى الخالي لكن ترتطم بالقائم وتطلع رمية مرمى لمنتخب المجر. لسه منتخب المجر عنده إيقاف دقيقتين وهنشوف منتخبنا الوطني هيعمل إيه في ختام ونهاية استادات بطولة استادات أو كأس استادات الدولية لكرة اليد للشباب. نزل دلوقتي مين؟ نزل 77 كوفاكس أهو، ويمكن من بره على طول بيقول له كابتن طارق هو ما بيعملش غيرها، ما بيعملش غير الشمال يمين شمال ويعدي. رقم 77 اللي قدام حضراتكم اللي جه في نص الملعب اللي معاه الكرة دلوقتي، تصويبة ومن تحت رجلي احمد عبد الرحيم حارس المرمى اللي بياخد بقى دلوقتي دوره في حراسه مرمى منتخب مصر بدلا من يوسف وليد. 1 2 كده تعاوني ما بين معاذ وما بين محمد صلاح، ويستلم معاذ ويلف على طول ويصوب الهدف ال 13. 13 مصر 15 المجر. المباراة خلاص هتبتدي تخش بقى. احنا دلوقتي مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني بنلعب في الدقيقة، بداية الدقيقة الثالثة، يعني خلاص الزمن اللي بيروح ما بيرجعش. وادي توث بقى نازل بيحاول يشتغل بقى بمهاراته ولمحاته الفنية ورشاقته العالية، ولا هوبا زابولا؟ لا ده هوبا زابولا رقم 10 صانع ألعاب اللي في نص الملعب، وبيقطع سونجور رونالد تيريك رقم 7 ويغير مركزه وينزل على الدايرة، وادي تصويبة تاني لكن أحمد بيتصدى. وادي إشارة اهي من الكابتن أنور بيقول له أنت رجعت تصويبة هوبا وتصدي أحمد. وادي كابتن عبد الجواد بيوضح لي بلال ابراهيم اللي نزل اهو في الشوط الثاني الليفت وينج وبيقول له انت رجعت الكره بايدك للجول ودي تبقى فاول ورميه حر. بارنا بيحاول بارنا يخترق وداخل في وسط الدفاعات المصريه اللي هيبقى فيها عقوبه ولا ايه هنشوف. وفعلا في ايقاف على مين؟ على رقم 4 احمد حسن اهو، ان بارنا ماسك وشه وكان في اعاقه على الوجه ودفاع كده ايد احمد حسن رقم 4 خبطت
في وجه بارنا الظهير الأيمن الرايت باك لمنتخب المجر. تاني استأنفنا اللقاء ومنتخب مصر ناقص عددي كده نتيجة الإيقاف دقيقتين، وأدي بارنا والاختراق بالتوغل كده ودخل في عمق الدفاعات المصرية ما بين مركز ثلاثة. أهو استلم كورته ورايح على طول، معاذ طبعا ما يقدرش يلمسه لأن في الحالة دي هيبقى فيها عقوبة، فسابه على طول يخش ويصوب ويحرز الهدف الستاشر. أوكا لرهوان ومحمد وائل لصلاح اللي جه في نص الملعب وطلع معاذ تاني من على الدايره ونزل لوائل، هيعدي وائل ويخترق وائل ويصوب وائل ويسجل وائل الهدف ال 14. المرمى خالي في العارضه ويرجع احمد يلم كورته تخبط في العارضه وتخبط في احمد لحسن حظ احمد عبد الرحيم ويلمها ما تعديش خط المرمى وتبقى رميه مرمى لمنتخب مصر. طبعا يعني بطولة الحقيقة مهمة وبطولة بنسخن بيها كده قبل بطولة الأمم الأفريقية للرجال اللي هتقام يعني بعد بضعة أيام مشاهدينا الكرام على أرض مصرنا الحبيبة في مجمع صلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بطولة استادات اللي يعني بتنظم هذه البطولة وأولى النسخ بقى. وآدي تاني أوكا لرهوان، لكن رهوان دايس على الخط وفعلا فعلا ظبطه على طول الكابتن أنور واتلعبت فاول ورمية المرمى على طول 6 متر. ويخترق برضو بارنا اللي هو النهاردة هو المفتاح السحري، وكرة على طول لبلال ويقف بلال على كورته ويهدي ملعبه. وهنشوف الصوت بس الملعب، مخرجنا دكروري عشان نتابع. واختراق برضو وتوغل من أوكا ويحصل على الرمية الجزائية وإيقاف دقيقتين على مين؟ على رقم 93 زيبسي. اهي النتيجة قدام حضراتكم 17 المجر 14 مصر، وبنلعب في الدقيقة الستة. رمية جزائية ياسين عبد المنعم وبرضو بره في القائم وتطلع رمية مرمى لصالح منتخب المجر. ادي تاني الرميات الجزائية اللي بتضيع النهاردة، واحدة ضاعت من أوكا تصدى لها حارس المرمى، والتانية من ياسين عبد المنعم أو رهوان وتبقى رمية مرمى. اتلعبت على طول كوفاكس إلى بارنا ويقطعها الدفاع المصري على طول. صلاح لأوكا لياسين ويخش ويخترق ويصوب، لكن كان في دفاع قوي من كوفاكس رقم 77 ومنعه من احراز الهدف، وتبقى الكره صفاره وفاول ورميه حره. نزل وائل دلوقتي وطلع معاذ من على الستة متر، تمريره بدون معنى وبدون تركيز، وهو ده اللي قلنا لحضراتكم عليه وكنا بنتكلم سواء كان الاستوديو التحليلي. أو لما كنت بوضح لحضراتكم يعني تحليل كده سريع للشوط الأول. وآدي أهو الكابتن طارق محروس وتوجيهات وتعليمات لمحمد وائل. وطبعا خرج أوكا زعلان من الباص اللي عمله محمد شعبان، الباص الغير مفهوم اللي عمله، وطلعت رمية جانب لمنتخب المجر. بارنا عايز يخش على الدايرة، لكن الدفاع المصري بعد ما مرر كورته للسنتر فيرود قطع الكوره بدفاع قوي، فعلى طول اهو بارنا يمكن بيطلب من الكابتن انور بيقول له ان كان في اعاقه برضه على الوجه، لكن صفاره وفاول ورميه حره للمجر. اتلعبت على طول واشاره اللعب السلبي مرفوعه اهي، وتنزل على الدايره ويصوب يلف على طول ويصوب
فيسكي وبيرد على طول أربعة أحمد حسن بتصويبة من بره التسعة متر، لكن رادفانيسكي رقم 16 حارس مرمى المجر بيتصدى وبياخد تحية وتشجيع زملائه ومدرب حراس المرمى للمنتخب المجري يانوس زاسماري على هذا التصدي الجميل. زاد الفارق إلى أربع أهداف مشاهدينا الأعزاء. كرة حاول ينزلها على الدايرة ويلمها على طول أحمد حسن ويلعبها لبلال، ورايح بلال ويروح ويلف ويعدي ويبعد ايده عن مواجهة المرمى وحارس المرمى ويصوب يرجع ايده. بصوا حضراتكم دكروري مخرجنا اللي في كل إعادة فيها الإفادة، راح يمين حرك الحارس شمال ورجع بايده ناحية يمين الحارس بعيد عنه وحط الكرة في الشباك، الهدف ال15 لمنتخب مصر. تاني زابولا هوبا بيروح ويعدي، وادي بلال بقى بنعمل بقى رمية الإرسال السريعة وبيروح على طول بلال إبراهيم ويحرز الهدف وبيرد على الهدف المجري بالهدف ال16 عشان يحافظ على فارق الثلاث أهداف ويبقى 16 مصر 19 المجر، وإحنا بنلعب في الدقيقة 10 من زمن وأحداث الشوط الثاني من اللقاء. وبيرد تاني 77 كوفاكس وعلى الدايرة على طول لمعاذ، ابتدى المنتخب المصري يسرع من رتم الأداء سواء كان عن طريق الهجوم الخاطف أو عن طريق رميات الإرسال. وهذه الإعادة اهي من محمد صلاح لمعاذ، عزب على الدايرة يحرز معاذ الهدف ال17، وابتدى الجمهور المصري اللي في المدرجات يحمس فريقه ويشجع. تاني كرة يقطعها الدفاع المصري وعلى طول إلى رهوان، ويخش رهوان ويميل بجسمه ويرتقي على القدم العكسية على رجله الشمال وهو أشول ويحط في الزاوية الضيقة. أهو استلم الكرة بإيد واحدة وارتقى على الشمال وبعد جسمه برضو زي بلال ما عمل، لكن بيرد هنا من ناحية الرايت محمد ياسين محمد عبد المنعم رهوان ويحرز في الزاوية الضيقة الهدف ال 18 عشان يقلل الفارق ويرجع تاني فارق الهدفين اللي انتهى بيه الشوط الأول، والنتيجة 18 مصر 20 المجر. بنلعب في الدقيقة 11 وعلى طول المدير الفني لمنتخب المجر بيطلب الوقت المستقطع التايم أوت لفريق المجر. برضو قلنا لحضراتكم وادي الكابتن منعم حارس المرمى بيقول لي مدرب حراس المرمى بيقول لمين، يوسف ناجي ولا احمد عبد الرحيم، بيديله التوجيهات وبيديله التعليمات على ملاحظاته عليه من بره الملعب اثناء التصويبات اللي احرز منها منتخب المجر اهدافه. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء، ونزل دلوقتي يعني زي ما بنقول العقل المفكر كده واللاعب المهاري جدا توث رقم 90 اللي معاه الكوره ده، هنشوف حضراتكم دلوقتي. وادي كيسي بيحاول يخترق لكن احمد حسن معاه وقافل تماما عليه وبيساعد محمد صلاح في الدفاعات. بنلعب باحمد حسن ومعاذ عزب اثنين مدافعين، وكوره استلمها 24 فاكت ولف، لكن دفاع قوي قلت لحضراتكم بيدافعوا في مركز ثلاثة أحمد حسن ومعاذ. تاني برضو كرة تصويبة عكس حركة اللي نزل دلوقتي، لا ده نزل يوسف ناجي 30 اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم. وادي عدلان
نزل فيه الرايت باك، ومحمد صلاح في الليفت باك، ومحمد وائل كصانع العاب. والكوره توصل في الجناح الى ياسين رهوان، لكن يتصدى لها برضو رادفانسكي زي ما قلت لحضراتكم، اللي عامل نسبه تصديات عاليه. اهي الكوره وصلت، تمريره عرضيه توصل لياسين، لكن يقفل تماما رادفانسكي اتيلا ويمنع الكره من الوصول للشباك. كوره تاني، تمريره يطلع عليها على طول عدلان بكل رجوله، يقطع كورته ويلمها وعلى مهله خالص بلال في الليفت وينج الجناح الايسر، ومحمد صلاح الليفت باك، ومحمد وائل السنتر هاف او صانع الالعاب، وزياد حشاد في الرايت باك، وعلى الدايره معاذ عزب، وائل لزياد ويخش زياد ويصوب زياد ويسجل زياد بكل اجتهاد ويحرز الهدف ال 19. 21 المجر، 19 مصر، واشاره اربع خطوات من الكابتن انور على طول، صفاره وفاول ورميه حره لمنتخب مصر. ادي كره زياد وحطها بذكاء كده، استغل كانه بيرمي الكوره بيركنها، وادي اعتراض من الجهاز الفني لمنتخب المجر بيقول له انت هنا حسبت اربع خطوات وهنا ما حسبتش ليه؟ ما شفناش الكوره. وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. وائل في نص الملعب على يمينه زياد حشاد، لوائل تاني، هيحاول وائل يعدي لصلاح، تقع الكره من ايد صلاح وتبقى رميه جانب. وائل رجع وحاول يقطع الكره لكن خدها من ايد توث ليفانتي رقم 90، وابتدى منتخب مصر يعدل اهو. شايفين 3-2-1، اتنين لاعبين على التسعة متر، وبلال ابراهيم بره بيقابل توث وبينزل معاهم في حاله النزول داخل التسعة امتار للهجوم المجري، بينزل اللاعبين المصريين يقفلوا منطقه مرماهم. اهو نزل بلال تحت اهو، ومعاذ وتصويبه في القائم يلمها على طول 60 امير، وتوصل الكوره الى محمد وائل يحرز بيها الهدف ال20 عشان يقلل الفارق الى هدف واحد. مشاهدينا الاعزاء اهو استلم، خد كورته، وسع خطواته وتتقطع تاني برضو بكل روح وكل شجاعه لوائل، ويلم تاني وتبقى الهجمه لصالح منتخبنا الوطني. فارق هدف واحد، وهيحاول منتخبنا، هنشوف بقى هيعمل ايه، هل هيوصل. طلعت الكوره رميه جانب من بلال ابراهيم لما اتلعبت له الكوره وهو في الجناح وهو بيسحب ايده لفوق عشان يباصي، وادي جانب كده اهو من لاعبات وناشئات كرة اليد بنادي سيتي كلوب اللي بيشاهدوا هذا اللقاء من المدرجات وبيؤازروا منتخباتهم ومنتخب مصر للشباب. وكان من شوية برضو الكاميرا على الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيتي كلوب، إشارة اللعب السلبي اترفعت من الكابتن أنور، وآدي كورة على الدايرة يستلم ويروح ويحرز بيها بنجاح رقم 7 الجناح اليمين الرايت وينج رونالد تيريك، يحرز بيها الهدف ال22. وائل على مهله يحافظ على كورته وياخد فاول، وآدي الإعادة اللي فيها الإفادة. استلم تيريك وعمل كورة بريست إيده برضه سبيند ريست تتهادى وتعانق الشباك المصرية الهدف ال22. طبعا احنا بنشكر شركة استداد على تنظيمها هذه البطولة.
وادي ايقاف لمده دقيقتين كده نتيجه الدفاع القوي واحدى العاب الهوا بقى الفلاين بوز المصري بيؤديه ما بين ياسين الرهوان وبلال ابراهيم. العاب هوا جميله من اللي بتعجب الجمهور وبتدي متعه وحلاوه لكره اليد. استغلوا النقص العددي في الدفاعات المجريه نتيجه الايقاف الدقيقتين للاعب المجر، وعلى طول بيحرز بلال الهدف ال21، فارق هدف واحد. فارق هدف واحد مشاهدينا الكرام، 21 مصر 22 المجر. بنلعب في الدقيقة 17 وهنشوف بقى الهجمة دي ايه اللي هيتم فيها. هيتصدى وفعلا يوسف ناجي ويلم بلال ويحط بلال ويعدل بلال ويعمل التعادل والتعديل، و22 مصر 22 المجر، واحنا بنلعب في الدقيقة 18 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وآدي الجمهور المصري وتحية وتشجيع شبابنا شباب الفراعنة اللي بيؤدوا الحقيقة لقاءات ولا أروع ولا أجمل، وقافلين دفاعاتهم تماما. وآدي كورة اهي بتوصل تاني، لكن كان فيها صفارة وفاول عكسي على الهجوم المجري، بيروح محمد صلاح على مهله. وائل بيطلب نهدي الملعب وننظم صفوفنا، صلاح لوائل على الدايرة لياسين، ويخش ياسين ويحط الكورة بره الثلاث خشبات في الشبكة الخارجية الجانبية، وتبقى رمية مرمى لصالح منتخب مصر، لصالح منتخب المجر عفوا. تاني منتخب المجر على مهله، ابتدى ينزل دلوقتي الاوراق الرابحه في صفوفه. ادي توث و11 بيتر جازو وصفاره، ادي النتيجه قدام حضراتكم على الشاشه للصاله الداخليه، 22-22 التعادل سيد الموقف حتى الان، وبنلعب في الدقيقه 19 مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. صفارة وفاول ورمية حرة لصالح منتخب المجر. توث في نص الملعب على شماله جازو، وتغيير في المراكز، وجي جازو في النص كده كلاعب صانع لعب، ويدي الكورة بقى لمين؟ للقوة المدمرة رقم 26 آدم ناجي يصوب، لكن يوسف ناجي بقى بيرد. أولاد ناجي بيتصدوا البعض في هذا اللقاء، يوسف ناجي حارس مرمى منتخبنا الوطني للشباب في مواجهة آدم ناجي الرايت باك لمنتخب المجر. 22-22 بنلعب في الدقيقة 20 مشاهدينا الكرام. هيحاول محمد صلاح إنه يعدي ويعمل مروحة ويغير اتجاهاته، لكن الدفاع القوي قافله تماما منطقة المرمى. اهو حشاد زياد حاول يلعب لمعاذ، ده التناغم والتعاون اللي كان في الشوط الاول، لكن قطع الكوره حارس المرمى واتلعبت على طول، حاول يحطها في المرمى الخالي، لكن هنا خطا لاعب المجر هو اللي كان غالي، بالرغم ان المرمى كان خالي، ان الكوره لسوء حظه ارتطمت بالقائم وتبقى يلمها يوسف ناجي اللي كان راجع بيحاول يغطي مرمى نتيجة النقص العدد. تاني زياد حشاد هيحاول زياد يعدي، ومنه إلى أوكا. أوكا والتصويب، أوكا والتسجيل، أوكا والتقدم المصري في الدقيقة 21 من زمن وأحداث الشوط الأول، 23 مصر 22 المجر. تصويبة من الثبات، واللي فات فات، وهاتها بالشبكة يا أتيلا رادفانسكي. دفاع قوي، وآدم ناجي داخل، لكن ما كانش فيه اي عنف ولا اي لعب على الوجه. وتاني يوسف بيتصدى، كورة
جميلة يوسف اهو قدام حضراتكم، يوسف ناجي بيتصدى لآدم ناجي. شايفين يوسف والشجاعة والجراءة في التصدي ومهاجمة المهاجم اللي بيصوب، لكن كان فيه دفاع على آدم وصفارة ورمية جزائية، رمية 7 أمتار يحرز منها تيريك رونالد رقم 7 هدف التعديل وهدف التعادل، 23 مصر 23 المجر. ابتدى اللقاء ياخد طبع سخونة ما بعدها سخونة في الدقائق المتبقية مشاهدينا الكرام. ابتدى كابتن طارق محروس يعدل من تشكيلاته الهجومية، وادي وائل والاختراق، وائل والرشاقة، وائل محمد والتصويب والتسجيل الهدف ال 24. توث ليفنتي إلى جاثو، جاثو للجناح اليمين ويخش ويوسع لنفسه تيريك ويحرز هدف التعديل وهدف التعادل 24-24. أهي تمريرة قطرية عرضية في الجناح اليمين، يخش رونالد تيريك ويحرز هدف التعادل. يقع محمد صلاح ويقوم بعد ما اطمن عليه الكابتن انور، وادي زياد حشاد والاختراق والتوغل في كده عمق الدفاعات المجاريه ويصوب، لكن كان في دفاع متابع معاه واعاقه وفاول وصفاره ورميه حره لمنتخب مصر. اشاره اللعب السلبي، وائل تغيير اتجاه ولا اجمل ولا اروع، بعت المدافع رقم 72 زابوليكس فيسكي يروح يطمن على زميله. هنشوف إعادة مخرجنا دكرور اهي، شايفين وائل تغيير الاتجاه وداه خالص يمين ورجع هو شمال وسابه على الأرض وأحرز الهدف 25 عشان وادي على طول كان في اثناء الاعاده مشاهدينا الكرام كان في كارت احمر هنشوف ونقول لحضراتكم، يعني الزملاء ومخرجنا محمد دكروري هيقول لنا على طول مين اللي خد الكارت الاحمر، هل هو احد عناصر الجهاز الفني والاداري لمنتخب المجر ولا حد من اللاعبين. وادي في ايقاف تاني لمده دقيقتين على مين؟ على 24 فاكت من منتخب المجر، وبكده منتخب المجر هيبقى بيلعب 4 لاعبين، رقم 72 اللي واخد دقيقتين ورقم 24 اللي لسه واخد دقيقتين، والرميه الجزائيه يتصدى لها اتيلا رادفانسكي ويمنع الرميه الجزائيه، ودي ثالث رميه جزائيه مشاهدينا الكرام يهدرها المنتخب المصري في هذا اللقاء، واحده دي لزياد حشاد وواحده الى اوكا وواحده من رهوان. ابتدى منتخب مصر يلعب 3-3 دفاع متقدم نتيجه النقص العددي، بيلعبوا 4 لاعبين المنتخب المجري. وهي الإعادة، استلم آدم ودخل آدم بين 1 و2 في الدفاعات المصرية وأحرز منها هدف التعديل والتعادل 25 مصر 25 المجر. بنلعب في الدقيقة 24 أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وفي رمية جزائية أهي دخل أوكا وكان رايح بيحاول مدافع منتخب المجر اللي واقع على الارض ونزل له الجهاز الطبي ايبيكل 72 خد الكارت الاحمر مشاهدينا الكرام اللي قاعد في المدرجات قدام حضراتكم اهو. شكرا دكروري، شكرا مخرجنا. وده مش كارت احمر مباشر مشاهدينا الكرام، ده نتيجه حصوله على الايقاف لمده دقيقتين 3 مرات في احداث اللقاء، فبعد الطرد الثالث بيديله الكارت الاحمر على طول بعد الايقاف الدقيقتين، لما يديله علامه الايقاف الدقيقتين يديله الكارت الاحمر، وده اللي حصل عليه اللاعب رقم 72 فيسكي من منتخب المجر.
26 مصر 25 المجر، ولسه بنلعب دفاع متقدم ونستغل النقص العددي في في منتخب المجر نتيجه الايقافات. اهي قدام حضراتكم في 3 دقيقتينات لمنتخب المجر، وطبعا حارس المرمى بره. واحد هيقول لي يا كابتن ايهاب ما هو في 4 لاعبين في الملعب. ايوه، لان المدير الفني بيسحب حارس المرمى وبينزل مكانه لاعب عشان يحاول يزود عدد اللعيبه في الهجوم. كده المرمى خالي والخطأ هيكون غالي. برضو محاولة تضييع الوقت، وادي ادم ناجي. زابولا اللي معاه الكورة اهو. ليه؟ مين؟ هنشوف. بيتر جازو وتصويبة وداخل الشباك على طول. في المرمى المصري 26 مصر 26 المجر. وكوره قويه برشاقه وجساره وقوه عن طريق مين؟ عن طريق فولي علي ماجد، يخش ويتوغل ويصوب ويحصل على رميه جزائيه لصالح منتخب مصر. هيتقدم لها مين بقى المره دي؟ محمد وائل. هيصوب وائل وينجح وائل في احراز الهدف 27 لمنتخب مصر. واحنا خلاص مشاهدينا الكرام داخلين على المنعطف الاخير والمنحنى الاخير في زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه. بنلعب في الدقيقه 26 بدايتها، مصر ما زالت متقدمه فارق هدف 27 مصر 26 المجر. واحد اثنين، وادي التمريره ونزل بارنا دلوقتي. برضو حل من حلول المدير الفني والمنتخب المجري. تصويبه يوسف والتصدي، متابعه عن طريق لاعب الدايره يتابع ويصوب. اهو تصدى يوسف ناجي لكن تابع على طول فكت ويصوب لتاني مره على التوالي يحرز الهدف التعادل 27 مصر 27 المجر. زياد حشاد في الرايت باك الظهير الايمن، ووائل في نص الملعب، و77 فولي في الظهير الايسر الليفت باك. فولي يلعب كورته تقع ما توصلش لوائل، هيخش حشاد، هيحاول حشاد وبيطلب من اوكا محمد شعبان اللي نزل دلوقتي في الجناح اليمين ان هو يطلع ياخد الكره من وراه. إشارة اللعب السلبي، حشاد إلى وائل، وائل وإحدى بقى لمحات وائل، تصويباته وثباتاته، الجو جو على طول في المقص، تعانق الشباك ويتقدم منتخب مصر تاني 28 مقابل 27. وآدي على طول بيرد جازو ويخترق ويعدي، أوكا حاول يدافع عليه. اهي شايفين الاعاده بتاعه وائل، تصويبه ولا اقوى، ما يشوفهاش حارس المرمى الا وهي في الشباك، وبيرد على طول المنتخب المجري ويحرز الهدف ال 28 عشان تصبح النتيجه التعادل 28 مصر 28 المجر. وبنلعب في بدايه الدقيقه 28 مشاهدينا الكرام. وائل، حشاد، فولي وطلع له دلوقتي 99 عدلان. وائل هيحاول يخترق لكن دفاع قوي عن طريق بارنا، وإشارة اللعب السلبي. معاذ عزب هيلعب الفاول إلى فولي، وفولي تاني ويحصل برضو على مهله خالص. وآدي إشارة اهي، مفيش إلا باصة واحدة. وائل هيحاول وائل إنه يعدي ويصوب لكن على طول إشارة اللعب السلبي واتصفرت الصفارة بعد. وآدي حشاد بيقطع الكورة بكل شجاعة كده، وبيستحق تحية الكابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخبنا الوطني. ودخلنا في الدقيقة 29، تبقي دقيقة و50 ثانية تقريبا. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا
ويقدر يحسم اللقاء لصالحه. ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في الثواني المتبقية من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. ويخش ويصوب، لكن لسوء حظه والحسن حظ يوسف ناجي ومنتخبنا الوطني، تعمل الكرة بنداية وترتضم في باطن العارضة وتطلع بره المرمى. اهو ادي الكرة، صوب حط الكرة، ارتضمت في العارضة ورجعت جوه الستة متر، لمها على طول يوسف ناجي، وعلى طول بيطلب الكابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخبنا الوطني الوقت المستقطع التايم اوت، ومتبقي حوالي دقيقة و20 ثانية تقريبا على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. تعليمات الكابتن طارق وتوجيهاته، هنشوف إطالة زمن الهجمة ولا تخليص الهجمة بسرعة عشان يحاول يلعب على الهجمة الثانية اللي بعديها، ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. برضو منتخب المجر في آخر الثواني، ابتدى المدير الفني لازيو ساتوينا بينزل الأوراق الرابحة وعناصره الرابحة زي بارنا الظهير الأيمن الباك رايت، وأيضا توث سنتر هاف، وهوبا زابولا، وأدم ناجي، وبيتر جازو. ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. احنا دلوقتي تشكيلنا ياسين رهوان في الوينج رايت، وزياد حشاد في الباك رايت، ومحمد وائل في السنتر هاف، وادي محمد صلاح، وان شاء الله كل الحاضرين في المدرجات بيقولوا يا رب كل التوفيق لمنتخبنا. وتوصل الكوره الى فعلا نجح دلوقتي اوكا محمد شعبان في احراز الهدف 29 لمنتخب مصر، متبقي حوالي 30 ثانية وتايم اوت، وقت مستقطع بيطلبه منتخب المجر. برضو متبقي تقريبا حوالي 30 ثانية او اقل حاجة بسيطة يمكن، وادي الاعادة اهي اللي فيها كل الافادة. دخل 99 عدلان، وادي 29 دقيقة و22 ثانية، 29 مصر 28 المجر، يعني متبقي 38 ثانية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، اللي استمتعنا مع حضراتكم واستمتعنا عن طريق شركة استادات منظمة هذه البطولة، بطولة استادات الدولية الودية لكرة اليد للشباب، وإن شاء الله يكون النصر لمصر. انتهى الوقت المستقطع، و هنستأنف اللقاء، متبقي 38 ثانية. براعمنا وناشئات كرة اليد بيشجعوا بيأزروا منتخبنا، وادي بارنا، وهنبتدي الرمية الحرة هتتلعب بإشارة كابتن محمد أنور. ابتدينا اللقاء، كل الناس تقول يا رب إن شاء الله. بارنا وطالع له عزب يحاول يعطل، وبيتر جازو، وتوصل تاني لبارنا، هيحاولوا يصوبوا في آخر 5 ثواني، وسحب الحارس ونزل زيادة لاعب بقى دلوقتي ويصوب ويحرز ويسجل هدف التعادل. 30 29 29، وتيجي الكرة حاول منتخب مصر انه يعملها سريعة، لكن قطعها تاني وائل وحطها بلال إبراهيم بكل ذكاء وبكل مهارة وبكل رشاقة في الشباك المجرية مع صافرة نهاية أحداث اللقاء. استغل المرمى الخالي وأحرز بلال إبراهيم بكل ذكاء الهدف 30 لصالح منتخب مصر، عشان يحسم منتخبنا الوطني للشباب هذا اللقاء وهذه البطولة لصالحهم، لصالح شباب الفراعنة، ويفوزوا بأول نسخة من دورة استادات
الدولية الودية لكرة اليد لمنتخبات الشباب. شايفين الإعادة اللي فيها الإفادة، وآدي أجمل لقطة وهدف الفوز حطها قبل ما يخطي الثلاث خطوات ولا ياخد الخطوات ويجري. وآدي منتخب الساجدين، منتخب شباب الفراعنة بيسجدوا شكر وحمد لله بعد ما أحرز بلال هدف التقدم والفوز، هدف التقدم والفوز. وفعلا يعني هنقتبس بقى من كرة القدم، بلال إبراهيم بيعمل واحدة من القاضية ممكن ويسجل بيها الكرة والهدف القاضي الناهي الحاسم لمباراة ولقاء اليوم، عشان يصفر بعديها بعد ما تعانق الكرة الشباك مباشرة. تنطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا الكرام بفوز منتخبنا الوطني 30-29 المجر، وحسمه لنقاط المباراتين اللي لعبهم في أحداث هذه الدورة، دورة السادات الودية الدولية لكرة اليد اللي توج بلقبها بعد ما فاز على منتخب رومانيا في أول لقاءاته، وأيضا فاز اليوم على منتخب المجر. وبكده منتخبنا الوطني يكون في المركز الأول، ومنتخب رومانيا في المركز الثاني، ومنتخب المجر في المركز الثالث. مبروك منتخبنا الوطني، مبروك كل القائمين على كرة اليد المصرية، مبروك دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعلى دعمه وتشريفه وحضوره في هذا اللقاء. مبروك الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، مبروك كابتن محمد الألفي مشرف على منتخبات الشباب والناشئين لكرة اليد، ومبروك كل الجهاز الفني كابتن طارق محروس والكابتن مهند السحيلي والكابتن منعم مدرب حراس المرمى وكابتن محمد سليمان محلل الأداء والطبيب روماني نبيل طبيب الفريق والدينامو ومنسق البطولة الكابتن محمد عبد المنعم المدير الإداري لمنتخبنا الوطني.